بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل اليوم على الموضوع السابق، على موضوع النص. قلنا احنا نقدر نحط افكت على الايقونة والخط. نشوف هنا لما شغل الفيديو. قلنا النص عندي نوعين، التكست العادي اللي انا اكتب عليه، وعندي التكست بيربلت اللي هي نص ذاهب اقدر اخفيه واعدل عليه وعلى حجم الخط والايقونه مالته. اني حق الايقونه الخامسه اللي هي النمبر، هني عندي بار باي تايمر ونمبر، وهني عندي currency، وعندي loading bar، وعندي object، وعندي money. هني أنا أقدر أستخدم مثلاً، خلنا ناخذ أي رقم، ناخذ هذه بالفلوس طبعاً، ناخذ هذه. طلع لي هني الشارت مال السيتنج حق النمبر على اليسار، هني طالع لي ستارت فاليو واند فاليو. يعني اول ما ابلش شريحة الفيديو لما تشتغل انه راح يبلش من اي رقم؟ 7075000 مثلا. انا بغير هني، بحط من 500 لما 100. نروح حق النمبر ستايل مثلا، ناخذ شنو باي لغة، يو اس ولا جيرماني، انديان، هنحط نو فورمات. هني عندي شارت ستايل اسمه طالع لي، لانه ما في ستايل حقه. هني نوع الخط، اقدر استخدم اي نوع خط انا ابي، مثلا كذي. لون الخط، percentage، ايش كثر انا ابي يبين ما ابي يبين. هني وايد الكمة اللي هو شلون يكون تبين الاصفر ولا ما تبين. هني transparency اللي هي شفافية. هني عندي الافكت شلون راح يتخلى الرقم وشلون راح يطلع لي الرقم. مثلا انا بحط هني، قلنا ان احنا عندنا القابلية ان نحركها اي صوب احنا نبي. مثلا خلينا نشوف هني، نشوف الرقم راح يظل يمشي لما 100. الحين نجرب واحدة ثانية، ناخذ تايمر، ناخذ هذه. قلنا يا ان بالسحب او بالضغط عشان تنزل لي. نشوف هني الخواص، هني طالع لي الستارت فاليو مثلا هني من صفر انا ابي من 100. هني الاند فاليو انا ابي مثلا ل 300. جلوبال شنو الخط اللي انا ابي، لون الخط، الباك جراوند، خط مثلا برتقالي، حجم الخط انا ابي 49، اذا حبتها بولد ايتاليك بس مو فعالين، نحط الاندرلاين. ابي على اليسار ولا بالنص ولا على اليمين. نشوف الافكت لما يدش، نحط له هذه والان
هني لما يطلع هذا الاند. خلينا نشوف لما شغال الفيديو. شوف شغال لما 300. شايفين؟ انزين نرد نكمل مرة ثانية. قلنا ان احنا عندنا القابلية هنا نصغر نكبر كثر ما احنا نبي. انا هني عندي عين مثلا، لما هي اضغط مثلا انا ضغط عليها صح وما ابيها تبين بالشاشة هني وانا اشتغل، اضغط على العين ابي اردها اشي، ارد اضغط على العين واردها. اقدر اخفيهم واقدر اشيلهم. مثلا انا ابي اشيل هذين، شوفوا اني حق القائمة السادسة اللي هي مؤثرات الشاشة سكرين افكت. انا عندي اكثر من نوع، عندي الوذر، عندي الجلاس بريك، عندي انترو، عندي اكزيت، عندي كاميرا، اولد فيلم، كراود، بوردر، فرام، سافكس، نيتشر. مثلا انا بروح حق السنو، طبعا اي افكت احطه اشوفه يطلع لي تحت بالشريط ما يطلع لي هني. مثلا بحط الجلاس، كاهو نزل الجلاس تحت. روح حق انترو، خلنا ادرج هذه، نروح حق مثلا هذه بعد شنو الحين احنا ادرجناهم كلهم صح وطلعوا لنا تحت بالشريط. اي شيء راح القاه هني خل اشغل في الفيديو. طبعا اول شيء احنا نلاحظه ان هالافكتات ملوت الشاشه كلهم طلعوا على السلايد الاول، لان انا قاعد اشتغل على السلايد الاول وكلهم يشتغلون بوقت واحد لانهم عباره عن مؤثرات الشاشه. انا حابه الغيهم واخلي واحده فيهم، شنو راح اسوي؟ اي حق الشريط اللي تحت. مثلا انا مو محتاجه السنو، اما امسحها من هني ديليت، او ان انا احدد كذي واسوي لها ديليت من الكيبورد. انا ما ابي هذه، امسحها. طبعا انا اقدر اسوي فليب حق الشاشه المؤثر مال الشاشه. نشوف الحين من جديد. اني حق القائمة السابعة اللي هي الموسيقى، انا عندي نوعين من الموسيقى بي جي ام و اس اف اكس. نشوف البي جي ام، انا عندي هابي، ميلودي، موتيفيشنال، بارتي، روك، جاز، امبين، سيلبريشن. اني حق واحدة واحدة، اني حق الهابي، هني انا هالصوب اللي صار اقدر اسمع. Thank you.
اللي بالاخضر، اللي بالاخضر ما اقدر استخدمه لانه هو بفلوس. شوف هني ونشوف شيء، انهم يتدرجون من الثواني، من اصغر ثانية لما دقايق. طبعا كل ما يزيدون الدقايق تصير بفلوس. نروح حق الميلودي. طبعا الموسيقى اقدر انا استخدمها على حسب شنو موضوعي. انزين اذا انا حابه ادرجها بالفيديو مالي شنو اسوي؟ طبعا ما راح تصير بالضبط، راح تصير بالسحب. اروح حق وين شريط اللي حاطين فيه صوره الموسيقى واحطها. بس قبلها لازم أكون ضغطة على الموسيقى عشان يكون فعال. وأقدر أحركه هني، أقدر أعلي وأقصر على الصوت كثر ما أنا أبي. أشوف الحين أشغله. مثلا انا ابي احط واحد ثاني، اقدر احطه هني. شوف اشتغلوا اثنيناتهم بنفس الوقت. اذا انا ما ابي واحد فيهم اسوي له سلكت ديليت. نيجي حق القائمة الثانية اللي بالقسم الثاني، هي عبارة عن اصوات وعندي اكثر من قائمة لها، اقدر هما استخدمهم حق الشخصيات اللي انا بعرضهم. هني مثلا انا عندي animal، عندي sound، عندي vehicle، build، nature، alarm، last، machines، human، theoretical، mood، bobs، object، technology. هني حق نسمع الـ animal مثلا، نسمع الـ flying ونشوف ان هم ثواني، يعني اقل من 10 ثواني تقريبا. شوفوا